السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم كلها بالخيرات والطاعات والمسرات. ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات، وفي مجلس جديد من مجالس زبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري مع المجلس السادس من الآية 83 في قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من تمام قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حيث تكلمنا في المجلس السابق عن معنى قوله عز وجل وقولوا للناس حسنا، وقراءة وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وقولوا لله حسنا بالألف المقصورة، وهي قراءة شاذة، وأن القول للناس الحسنى على ما جاء عن السلف هي أن نقول لهم أن يقولوا قولوا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، أو أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أن يكون مطلقا في كل خير. أما قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: يعني بقوله وأقيموا الصلاة أدوها بحقوقها الواجبة عليكم فيها. هذا اختيار أبو جعفر، أقيموا الصلاة الإقامة أداء الحقوق الواجبة. والصلاة كما هو معلوم هي أعمال وأقوال مخصوصة، وأصل الصلاة الدعاء، أصل معنى الصلاة إيش؟ الدعاء. فالعرب كانت تقول فلان يصلي أي فلان يدعو، ومنها قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته في شيء، إن الله وما في شيء هنا مشكل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالملائكة تصلي أي تدعو، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي الملائكة تدعو للمؤمنين. فالصلاة في أصلها الدعاء، ثم صارت هذه الكلمة تطلق على أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالسلام وما بينهما من أركان وواجبات وسنن مستحبات مندوبات. هذه الأفعال والأقوال صارت هي الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده 5 صلوات بأجر 50،
في ليلة الإسراء. الصلاة كانت قبل ليلة الإسراء ركعتين في الصباح وركعتين في المساء بكرة وعشية. وصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم كصلاة الأنبياء من قبله. نحن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. وصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم علمه إياها جبريل عليه السلام من حيث الكيفية والمواقيت. وفي ليلة الإسراء فرضها الله عز وجل على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة بأجر 50، كانت 50 مفروضة. والنبي صلى الله عليه وسلم بناء على نصيحة موسى عليه السلام أن يسأل الله عز وجل التخفيف، فسأل الله عز وجل التخفيف فأنزلها من 50 إلى 40 إلى 30 إلى 5 بأجر 50. وقال بعض أهل العلم أنها بقيت 50 بقيت، فصلاة الجنازة من 50، وصلاة الاستسقاء من 50، وصلاة الضحى من 50، وصلاة الكسوف من 50، وصلاة الفتح من 50. قالوا بقيت 50 على صفات ليست مفروضة واجبة في كل يوم وليلة كما كانت بداية، إنما هي بقيت هذه الصلوات 5، والخمسين بقيت متفرقة بحسب الحال. فالله عز وجل أمرنا أن نؤديها بحقوقها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. وهذا المعنى الذي اختاره أبو جعفر نقله عن بعض السلف، منها ما نقله بسنده عن ابن مسعود قال: وأقيموا الصلاة، هذه وإقامة الصلاة تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. ومعنى كلام ابن مسعود فيه 3 أركان رئيسية، جامعة لثلاثة أركان رئيسية: العمل القلبي وهو الخشوع، والله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومدح الخاشعين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: الخاشعين والخاشعات. وكانوا لنا خاشعين في صفة بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا كل الأنبياء خاشعين، ولكن جاءت صفة مخصوصة لبعض النبيين كما في سورة مريم عن آل زكريا: كانوا لنا خاشعين. فالخشوع عمل القلب، والتلاوة والتسبيح عمل إيش؟ عمل اللسان. والركوع والسجود والقيام والجلوس عمل الأركان الأعضاء، ففيه عمل القلب وعمل اللسان وعمل الأركان. والإقبال عليها، فليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للصلاة، من أداها على وجهها كانت له حجة ونورا وشفاعة يوم القيامة، ومن لم يؤدها على وجهها لم تكن له
نور ولا حجة ولا شفاعة يوم القيامة. وأول ما يحاسب المرء من عمله عن صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أول ما يحاسب المرء من عمله عن صلاته، فإن حسنت كان ما بعدها أحسن، وإن فسدت كان ما بعدها أفسد. أول ما يحاسب المرء من عمله عن صلاته، فإن نقص منها شيء قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. أما قوله تعالى: وآتوا الزكاة، قال: قد بينا فيما مضى قبل معنى الزكاة وما أصلها. وأما الزكاة التي كان معنى الزكاة التي بينها أبو جعفر سابقا الطهارة، والنماء من معاني الزكاة الطهارة، يزكيهم يطهرهم، فالزكاة هي الطهارة في أصلها، والنماء في المال، الزكاة تزيد المال وتنميه. وأما الزكاة التي كان الله أمر بها بني إسرائيل الذين ذكر أمرهم في هذه الآية، فساق بسنده عن ابن عباس قال: إيتاء الزكاة ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من الزكاة، وهي سنة، يعني سنة بمعنى طريقة، لأن من معاني السنة الطريق، وهي سنة كانت لهم غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في أداء الزكاة. كانت زكاة أموالهم يعني في بني إسرائيل قرباناً تهبط إليه نار فتحملها، فكان ذلك تقبله، ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبل. وكان الذي قرب من مكسب لا يحل من ظلم أو غشم أو أخذ بغير ما أمر الله به وبينه له. يعني بني إسرائيل قبلنا إيش معنى الزكاة عندهم؟ يضعوا المال الذي يكون حلالاً، ليس من غش، ليس من ظلم، ليس من غصب، يضعونه في مكان محدد. فبعض الروايات أنهم يضعونه على باب البيت وينامون، فتأتي نار من السماء فتأخذه. إذا كان الله تقبل هذه الزكاة تأتي نار من السماء فتأكل هذه الزكاة، ليست إعطاها للفقراء والمساكين والمحتاجين. وكان يكتب على أبواب بيوتهم الخطايا التي يفعلونها، يصبح وقد كتب على باب بيته: فلان فعل كذا، فلان شرب الخمر، فلان زنى، فلان سرق، فلان اغتاب. لكن نحن ولله الحمد الله عز وجل ستر علينا، فلا يكتب على أبواب بيوتنا ما كان يكتب على بيوت أبواب بيوتهم. وصارت زكاتنا تؤخذ من أغنيائنا وترد في فقرائنا، هم كانت زكاتهم يضعونها على باب بيوتهم فتأتي نار من السماء فتأخذها. والله عز وجل أكرمنا فجعل زكاتنا كما وصفها في كتابه وحددها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فزكاتنا غير زكاتهم. وساق بسنده عن ابن عباس بسند آخر
قال يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص، من معاني الزكاة في التي نزلها الله تبارك وتعالى الطاعة والإخلاص، سواء كان في من قبلنا أو في من في هذه الأمة. وآتوا الزكاة أطيعوا الله وأخلصوا له، هذا الذي كان في بني إسرائيل، لأن الآية تتحدث عن بني إسرائيل. أما نحن فلله الحمد، الله عز وجل جعل الطاعة والإخلاص لنا ليس فقط من الزكاة، هي لنا من الزكاة، تزكي أنفسنا، ولكن جعل للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، جعل لهم مالا مخصوصا حقا لهم، والذين في أموالهم إيش؟ حق معلوم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فهذا هذا الحق الذي جعله الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء، من أداه على وجهه تقبله الله منه، ومن لم يؤده فقد يقع في الشرك أو الكفر. ولا تكونوا من المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فمن علامات المشركين أنهم لا يؤتون الزكاة، ومن علامات الردة عن الإسلام منع الزكاة. المرتدون بعد نبينا صلى الله عليه وسلم الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما ردتهم كانت؟ منعوا الزكاة، فمنع الزكاة كفر وشرك وردة. هذا بالنسبة لهذه الجزئية من الآية. ننتقل إن شاء الله في الجزء السابع من الآية، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون في مجلس آخر، إلى أن يحيي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. ونتوقف دقيقة فقط حتى ننتقل إلى المجلس التالي، وهو الشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم، فلا تذهبوا عنا بعيدا، بارك الله فيكم، وانتظرونا قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة أخرى ومرات ومرات، والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في هذا المجلس 65 بعد 163 من مجالس الشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم، ولازلنا في كتاب اللباس والزينة، وفي باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. وهذا الباب استثناء من الأبواب السابقة في وجه، وتأكيدا لها في وجه آخر. وأورد فيه الإمام مسلم حديثا واحدا ساقه الإمام المنذري في المختصر عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب. هذا الحديث يا إخواني رواه الإمام مسلم بسنده عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد يعني الجهني عن أبي طلحة. وزيد بن خالد هذا تابعي، وبصر بن سعيد كذلك. فزيد بن خالد حدث عن أبي طلحة هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. أي صورة؟ هكذا فهم بصر بن سعيد من زيد بن خالد. يقول بصر بن سعيد: ثم اشتكى زيد يعني زيد بن خالد الجهني، اشتكى بعد ما سمعوا منه هذا الحديث، مرض، فذهبوا يعودونه، وعيادة المريض أجرها عظيم، وهي من حق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعوده، ومن عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ومن عاد مريضا غدوة يعني في مثل هذا الوقت مثلا إلى الظهر، هذه تسمى غدوة، من عاد مريضا غدوة شيعته الملائكة شيعه 70,000 ملك حتى يمسي يعني إلى المغرب، ومن عاده عشية يعني من الظهر فما بعد تسمى عشية، فمن عاده عشية شيعه 70,000 ملك حتى يصبح يعني لفجر اليوم التالي، وبات في خرفة الجنة يعني لو مات تلك الليلة يكون من إيش؟ يكون في جنى الجنة، الخرفة الجنة، خرفة الجنة أي جنى الجنة. فهكذا السلف كانوا حريصين على عيادة المرضى. قال: فعدناه فإذا على بابه على باب زيد بن خالد صورة، لكن هذه الصورة ليست صورة مخلوق. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني، كان معهم في تلك العيادة ربيب ميمونة، هذا الشاب كان طفل صغير ربته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فالذي يربيه أحد نقول له ربيب، مثلا عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد محمد بن القاسم أولاد محمد بن أبي بكر القاسم بن محمد ربيب عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا عبيد الله الخولاني كان ربيب أم المؤمنين ميمونة، كان معهم في الزيارة، وكان معهم حين سمعوا الحديث من زيد بن خالد عن أبي طلحة.
فبصر يقول لعبيد الله هذا: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول أنه روى حديث أبي طلحة في منع الصورة؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب، يعني علامة في ثوب. فهذه العلامة التي ليست فيها صورة مخلوق مشروعة غير ممنوعة. وفي هذا الحديث أن المحدث أحيانا يحدث والسامعين يسمع بعضهم ويعي، وبعضهم لا يسمع يكون مشغولا. مثلا أنا الآن أتكلم، بعضكم مشغول في الكتابة، قد يفوت عليه سماع شيء، فالآخر يذكره، مشغول في الجوال والآخر يذكره. فهذا دليل أن الإنسان ينبغي عليه في مجالس العلم أن ينتبه وأن يعي ما يقال، أن يسمع وأن يفهم ما يقال. فكان عبيد الله الخولاني أسمع وأعقل وأفهم من بصر بن سعيد الذي لم يفهم، لم يسمع أولا عبارة إلا رقما في ثوب، ولم يفهم ثانيا معناها، فبينها عبيد الله الخولاني. فلذلك هذا الرقم أي العلامة التي تكون في الثوب مستثنى من الصور الممنوعة المحرمة. بارك الله لي ولكم فيما قلنا وفيما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.